بما ان احنا بنتكلم بقى اليوم مميز فيه برضو بقى لنا كام يوم كده في ترند الحقيقه. أيوة. برضو يعني هنقول مميز ترند هنعرف مميز. بقى بعض هو مميز يعني بشكل لطيف ولا يعني مش قوي. احنا بقى لنا كام يوم يعني لما بنفتح السوشيال ميديا بنلاقي الناس بتتكلم عن ترند مهرجان شيماء. مفيش حد مش عارف شيماء دلوقتي، والكليب اللي عمل 4 مليون مشاهده في يومين، 4 مليون مشاهده لشيماء، واحد بيغني بيدور على شيماء. وللي ما شافش الكليب، في حد بيغني اسمه سوستا بيدور على شيماء، ولو بتتفرج كده على الكليب هتستغرب هو ليه بيدور على شيماء تحت العربيه وجوه العربيه، ويعني الكليب غريب كده شويه. بس قعدنا نتساءل هي شيماء عباره عن ايه، لانه زي ما قلت لحضراتكم بيدور عليها تحت العربيه. فعرفنا في الاخر ان شيماء طلعت بطه، ومش بس بطه، شيماء بطه وكلها بعد كليب كمان يا حزام. اه صديقه يعني يعني سوستا كل بطه اللي بيدور عليها في الكليب بعد ما خلص تصوير. المهم يعني على اي حال كل دي قصه تبان لطيفه وظريفه وبنضحك عليها. بس هنا في مشكله تانية، ان احنا دلوقتي امام خلينا نقول غول كده او وحش اسمه ترند. قصه الترندز المزيفه وللاسف التافهه اللي بقت موضوع خطير جدا ولازم نتوقف قدامه، لان كل ما الموضوع بيكون اكثر تفاهه ومثير للضحك والسخريه بياخد حيز اكبر من التناول والانتشار. يعني مثلا يعني ايه اللي ممكن يخلي كليب زي ده 4 مليون شخص يهتم ويتابع ويدور كمان على محتوى زي ده؟ محتوى صعب جدا، يعني محتوى فعلا مش هادف باي شكل من الاشكال عشان يشوفه كمان يعمل ليه شير وكومنت. بس برضو خليني ابص للموضوع من جانب تاني، وهو انه بيضحك، هزرنا ضحكنا، بس في حد ممكن يكون واعي ومدرك ان هو بيهزر وان هو بيضحك وان هو مجرد شاف محتوى يعني خفيف لطيف كده ضحكه. بالمناسبه هي برضو جزء من المحتوى او من اهداف المحتوى ان هو يكون لطيف وبيضحكنا، يعني التسليه في حد ذاتها برضو حلوه. لكن في ناس بقى بتعمل شير عشان عاجبها الكليب والمحتوى، وفي ناس من اصدقاء سوستا في المنطقه هيبقوا شايفين انه ايه ده سوستا نجح فاحنا يلا نعمل زيه. في سوستا شخصيا اللي ممكن يكون فاكر انه ده محتوى وهو نجح فلازم يكرره، فاحنا هنا بجد بقى عندنا مشكله. محتوى ده شيء مهم جدا، نطلع ترند، نهزر، نضحك، لكن ازاي؟ يعني ازاي يبقى في محتوى ترفيهي؟ دي في حد ذاته علم، دي حاجة صعبة جدا إن احنا نقدم حاجة ترفيهية للناس تكون بتضحك وتكون مسلية وتنسينا همومنا وتنسينا أشغالنا والكلام ده كله، دي حاجة مهمة كمان يا حسام. لكن أكيد. إزاي ونبقى فاهمين أصلا إن ده هزار وإن ده ضحك، ده في حد ذاته نقطة مهمة. لكن لما نكون فاكرين إن هو ده فعلا شغل وإن أنا قدمت فن، لا دي كارثة.